خلاص وصلنا، الحمد لله على السلامة، الحمد انا لله على عايش السلامة، الحمد لله على عيشوا السلامة. انتم يلا عشان الجو الدنيا حر جدا بره، درجة الحرارة فوق ال 30 دلوقتي. الجو حر، عايزين نستغل الموقف ده يا جماعة. هنعمل ايه؟ نولع. بصوا احنا وصلنا اهو خلاص. نولع بنفسنا. مساكين وجعانين. بص بص بص، جعانين يا عيني. بص غلابة غلابة خالص، جعانة يا بنت. انا ما فطرتش وجعانة جدا. مش انتي لوحدك، كلنا. ايه ده زوجك وقع. صباح الخير يا رانسي. جاهزة؟ لا مش جاهزة؟ لا. ايه اللي بتعمليه ده؟ بصوا يا جماعة، قولوا لي ايه رأيكم في الرسمة اللي انا رسمتها. بقالي يومين قاعدة بلعب، لسه اول صفحة، بقالي يومين بعمل فيها، معرفش ازاي. بصوا يا جماعة، انا ببري في حتة سرية. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا بصراحه الواحد واقف في الشمس ومش قادر، يعني حاجه صعبه قوي. الشمس كاننا في شهر اغسطس، حاجه صعبه. عز الحر. الواحد مش قادر والله العظيم. بس الجو جميل والمنظر الحلو ده. انزي. ايوه صح. شايفين يا جماعه الجبال عامله ازاي حلوه. فين رانسي؟ تركبوا دي؟ هنركب. في عربيه تانيه هتيجي دلوقتي. بجد روعة. غير الحر بقى، الدنيا حر قوي. ها؟ عايزين ننزل البحر. ما بابا، لا تعالي اقعدي جنبي، ما ينفعش تقعد ورا. بس هو احنا هنجيب واحدة تانية. واحدة تانية؟ بحر فيه قروب، بحر احمر. مش هي دي اللي هتركبوها؟ عربية تانية. طيب احنا قاعدين في الضلة. بحر احمر فيه قروب، شايفة انزل بحر احمر. احمر لونه احمر. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of sight. Mama, Baba, Sauru. أوي 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 عشان رنسي فيها. بصوا بقى يا جماعة، خلاص بس وصلنا الشريف وهذه هي النتيجة. تعقيم. الله برافو. فيلا جهنمية. فعلا. رانسي ولا مار؟ وريتها سنتي. يا ولا مار؟ طب الحمد لله، لا حد. لا حد. لا ولادي يخش. دي اوضه البنات. ما في. طب ممكن ادخل؟ لا ادخل بس. طب انا بنات. لا انت مش بنات، ده انا كريم. امال انا ايه؟ انت امهات. لا ولا حاجه ثالثه. لا امهات. لا تعملي يا ماما؟ بشيل ال لبس. طب احنا رايحين معايا دلوقتي؟ استنى يا حماد، بس ودي يقولوا جاي. بس عشان استوى دول. طيب ماشي. ودي يا جماعه دي اوضتنا. شايفين؟ ولا فيو ولا بتاع، بس يعني هي بس فيها حمام ماستر. في ورا هنا مفيش.
الدنيا حر جدا شغلنا تكييف. فرنسي ما دخلتيش ليه اوضه البنات؟ طلعتي ليه؟ حر. المكان اللي بره ده بتاع الولاد، لو سمحتي ادخلي جوه. ادخلي جوه من البنات. لا اكيد في تحت ايه؟ صغنطوطة الأمورة دي صغيرة. تعالوا كده نشوف الفيو بره عامل ازاي. رنسي بيقولوا ان العيد ده بتاع كحك وبسكوت، ايه رايك بقى تعملي لي شويه كحك على بسكوت على حاجات اللي بتاعت العيد؟ انا باكل وظبطت دماغي، اي حد هيجي على سكتي هموته. يا ساتر يا رب، يا ما عايز الكلام ده. ايه البلطجيه دي؟ شيماء. نعم. ايه رايك تعمل لنا شويه شاي على كحك على بسكوت على ابو غريب؟ والله قاعده بقلب طيب شويه شويه. يا ساتر. طب انا اروح لمين؟ طب يا ربي انت جيتي تاني؟ اروح للشغاله بتاعتك. انت بصي مفيش امل فيكي. انا ليا امل. ليها امل وعمر يا محمد. طب تعالي هنا بقى، تعالي هنا، تعالي هنا. انت بتضرب مين انت؟ بضربك انت، بضربك انت. هتضرب مين؟ انت انا هاني، هاني. والله عايز ايه؟ كحك ولا بيتي فور؟ والله طب ما تطلعي لنا حاجات كده، خلينا نتفرج كده على الستوك بتاعنا اللي موجود. عايز كحك ولا بيتي فور؟ طلعي لي. طب وانا نقي. طب عايز كحك عجميه ولا ساده؟ اه لا انت كده جوعتيني. لا طب بص بقى، احنا نجيب الحاجه كلها وايه وننقي. طب مكسرات ولا فستق؟ لا طب خليكي انت قاعده بقى وانا هقوم اجيب. كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. احنا بقى مبسوطين جدا وفرحانين جدا لان حصل لنا احلى حاجه في الدنيا في رمضان، كملنا المليون مشترك. طبعا المليون ده مش رقم يا جماعه، المليون ده عيله بحالها، كلها حب وكلها ناس بتموت في بعضها زينا كده، احنا بنموت فيكم. يا رب دايما كده تفضلوا في حياتنا واحنا نفضل في حياتكم، وتفضلوا تحبونا كده دايما، واحنا هنفضل نوعدكم في كل مره احنا بنحقق فيها مرحله جديده من حياتنا، ان احنا هنستمر على المستوى اللي احنا ماشيين عليه ده، وعلى المحتوى اللي احنا بنقدمه اللي انتوا كلكم واثقين فيه واللي انتوا كلكم حبيتونا عن طريقه. طبعا احنا في العيد كنا مختفيين الفتره اللي فاتت دي لان انا كنت تعبان وما زلت عندي شويه تعب. حد يا جماعه في حد يجيله كورونا دلوقتي؟ مفيش الكلام ده. انا بقى جات لي كورونا، فكنت قاعد الفتره اللي فاتت دي تعبان جدا، وكلنا كنا مشغولين بالموضوع ده، فكنا موقفين تصوير وموقفين كل الحاجات اللي ممكن نتواصل بيها معاكم. ممكن كنا بنعمل حاجات بسيطه عن طريق التيك توك او حاجات شورت كده على اليوتيوب، لكن الفيديوهات الطويله ما كناش قادرين نعمل بسبب التعب اللي انا كنت فيه. الحمد لله بدات اتحسن شويه. احنا دلوقتي قررنا ان احنا نقضي العيد بشكل مختلف، ومعانا طبعا الناس اللي انتم بتحبوهم كلهم. معانا مين؟ معانا ماما ياجا، معانا هبه، معانا رمار ومعاز. العيله الجميله، عيلتنا كلها. انتوا هتشوفوا احنا هنعمل ايه، وطبعا انتوا عارفين لما بنتجمع بنبقى بنعمل حاجه جامده جدا في الفتره اللي جايه، فاستنوا الفتره اللي جايه دي هتشوفوا فيديوهات وافلام وحاجات جامده جدا هتعجبكم، الحاجات اللي انتوا بتحبوها قوي واللي انتوا نفسكم فيها. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. يعني انا اتكلمت كتير، خلينا بقى ايه نكمل فعالياتنا النهارده ونشوف احنا هنعمل ايه.